أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الليالي السعيدة والمناسبات الشريفة التي تمثل محطات في حياتنا نتوقف عندها لنتزود الكثير مما يعيننا في سيرنا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ورد في الحديث أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ هذا الدعاء الوارد في القرآن الكريم في صلواته. تكرار مثل هذا الدعاء عند الإمام علي دليل على أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق به. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا الدعاء يرتبط بالأسرة، بهذه التكوينة الأولى في المجتمع، أزواجنا، سواء كان دعاء المرأة أن يرزقها الزوج بهذه الخصوصيات أو الزوج الرجل يرزقه الزوجة. الذين يقولون ربنا هب لنا، اجعلها هبة منك، هب لنا من أزواجنا من الذكور أو الإناث وذرياتنا أولادنا قرة أعين، ما تقر به العيون، والقر من البرد، وذلك حينما تدخل السعادة في القلب من علاماتها هو الدموع الباردة في العين، دلالة على الفرح، أي أن العين تكون قريرة مستأنسة مرتاحة حينما تكون الزوج ذكر أو أنثى والذرية بمستوى ما يصل إلى أن تكون العين قريرة. في مسألة الزوج سواء كان ذكر أو أنثى مسألة ترجع إلى الاختيار، وسبق أن تحدثت في هذا المكان عن هذا الموضوع. أما الجزء الثاني، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أن تكون الذرية قرة عين
وموضع ارتياح واستئناس للأسرة، يحتاج إلى مجموعة من الأمور هي التي تصيغ لنا هذا الجو الذي تقر به العيون. تبدأ المسألة من لحظة الاختيار والتفكير في الزواج، اختيار الوعاء الذي يحمل هذه الذرية، اختيار الزوج الذي منه من صلبه تأتي هذه الذرية. الأمر الثاني وهو مسألة البيئة، الأسرة الكبيرة التي لها تمام التأثير في حياة أبنائنا. إذا كانت البيئة صالحة ستترك بصماتها وأثرها على أولادنا، وإذا كانت البيئة فاسدة ستترك آثارها السلبية كذلك. طبعا هذا لا يعني أنه بالضرورة أنه الواحد إذا ولد في بيئة فاسدة أن يكون فاسد، كما أنه ليس بالضرورة أن المولود أو الواحد إذا ولد في أسرة صالحة أن يكون صالحا، فقد يولد المولود في أسرة وبيئة فاسدة موبوءة إلا أنه يكون صالحا. وقد يكون العكس، يولد المولود في بيئة فاسدة أو صالحة ثم يكون فاسدا. ولكن واحد من العوامل المؤثرة في صياغة شخصية أبنائنا هي البيئة، كما أن الأسرة الأبوين الأب والأم اللي نسميهم التنشئة الأسرية لهم تأثير في صياغة شخصية أبنائنا، كذلك البيئة المكونة من الأصدقاء، المكونة من المؤسسات الأهلية الموجودة في داخل المجتمع وغيرها، كل هذه تكون لها تأثيرات في صياغة شخصية أبنائنا. كلما كانت البيئة نظيفة والتنشئة الأسرية سليمة ساعد ذلك على صياغة شخصية الفرد. وفي بعض الأحيان قد تكون الأسرة أسرة صالحة، الأب والأم قاموا بتنشئة أبنائهم تنشئة سليمة والبيئة كذلك بيئة صالحة، إلا أن نجد أن بعض الأبناء يقعون في شراك الفساد والانحراف. فما السر في ذلك؟ مرجع ذلك إلى خصوصياتهم الشخصية. يعني أولادنا مو كلهم على نمط واحد، وهذا نشوفه في أبنائنا، اثنين من بطن واحد، تشوف هذا سلوكياته سلوكيات حرك، لا يجلس على الأرض، لا يستقر له قرار. الولد الثاني تجده هادئ في سلوكياته، تمر عليهم مرحلة المراهقة تجد أن هذا الولد تعصف به مرحلة المراهقة، تشوف مراهق، خصوصيات المراهقة المعروفة تكون كلها منطبعة على شخصيته. وأخوه الذي هو معه من بطن واحد كأن المراهقة لم تمر عليه. اللي أريد أقوله بأن الخصوصيات، كل فرد إلى خصوصياته، يسمونها فروق فردية، يعني كل واحد إلى خصائص فروق الفردية التي بها يمتاز عن غيره، لكن في نمط عام هو الذي يحكم سلوك المجموع. إذن ثلاثة أمور تكون مؤثرة في بناء شخصية أبنائنا. الأمر الأول مبني على الاختيار، على أساس إحنا، وسبق هذا الكلام لو ما ذكرته، إحنا نقول بأن التربية تبدأ عندنا من لحظة التفكير في مشروع الزواج. يعني من يقول الواحد أريد أتزوج يبدأ يفكر، يعني أولاده لابد يكونوا حاضرين في هذا المشروع. ولذلك تعبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، اختاروا
لنطفك. وأنا قاعد أختار، تقول مثلا أنا أحبها هي تحبني، لا خلي يكون الأولاد هم شاهدين على المشروع هذا لأنهم جزء من المشروع. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، يعني لابد يكون لهم وجود. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دور الأسرة نفسها، التنشئة الأسرية، الأبوين في صناعة الأطفال. الأمر الثالث البيئة، البيئة لها مدخلية. والأمر الرابع تجي دور الفروق الفردية بين الأفراد. ولذلك الطفل لما يجي يحمل جينات من سبق، بصماتها تأثر به. يعني أنت لما يكونك لما يكون اختيارك صح وفي محل، الزوجة اختارت الزوج المناسب وكذلك الزوج اختار الزوجة المناسبة، ثم اجى هذا الطفل وعاش في كنف أبوين ينشئانه تنشئة تربوية سليمة بلا أشكال، مع الملاحظات الأخرى تجد أن هناك صناعة خاصة لصياغة شخصية هذا المولود أو هذا الطفل. في مناسبة هذه الليلة ولادة علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، تذكرون في يوم العاشر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما أن برز علي بن الحسين في عبارة المعروفة التي تذكرها كتب التاريخ، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، يشهد الله عليهم، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنهم قد برز إليهم في بعض هذا الغلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بمن؟ بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، في بعض الكتب تقول نظرنا إلى وجهه. هذه مجموعة السجايا التي يحملها علي الأكبر عن جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. يعني كان علي الأكبر مرآة الجمال المحمدي صلى الله عليه وآله. بعد جمال رسول الله، مو تقول لي جمال يوسف، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني كل ما في الجمال مختزل في جمال النبي صلى الله عليه وآله. إمام الحسين يقول لهم أنا أشهدك يا ربي على هؤلاء، هذا الرجل الذي يبرز لهم هذا الغلام أشبه الناس، يعني أشد شبها أقرب شبها في الخلق والخلق والمنطق، ثلاث خصال جمعها من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. اللطيف أن الروايات لما تتحدث عن من يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله تتكلم عن أبناء الرسول يشبهونه في بعض الجوانب، بعضهم في جنبه، بعضهم في جنبتين، بعض الجوانب. أما علي الأكبر، وهذا نطق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا، أنت لما تشوف علي الأكبر أنت تشوف النبي من حيث الخلقة والجمال المحمدي، الصورة والشكل أنت تشوف رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن حيث الخلق والنبي صلى الله عليه وآله يتمتع بمجموعة من السجايا، وإنما بعثت لأتمم، والله وصفه وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الذي على خلق عظيم، وهذا اللي إجا يتمم مكارم الأخلاق
كل هاي الخصال وين راحت؟ في علي الأكبر، أشبه الناس خلقا في الصورة. وغالبا مسألة الخلق يعني الصورة هذه في الغالب تكون عند الناس، إن ولذلك العرب كانوا ينسبون بهذه الصورة عن طريق الدم، يقولون هذا ابن فلان، طريق دمه والصورة المشابهة يقولون هذا يشبه فلان، هذا ابنه. هذا مو أمر غريب وعجيب أن يكون علي الأكبر صورته صورة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. بس إحنا لما نلتفت إلى خصوصية أن جمال النبي، جمال المحمدي، جمال خاص. القرآن يتحدث عن يوسف وجمال يوسف، لما يجون إلى جمال النبي صلى الله عليه وآله فهو جمال يفوق كل جمال. وعلي الأكبر لما تنطبع فيه هذه السحنات، اللمسات الجمالية من جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على شكله المبارك، تعطي خصوصية معينة. تيجي الخصوصية الثانية، خصوصية الخلق، والخلق عنوان عام لكل السجايا، كل الأخلاق، من شجاعة، من كرم، من تواضع، من كل أنواع السجايا والخلق ورثها علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. بعد والنطق، بعض الأحيان فلان يشبه أباه أو جده، يشبه في خلقته، بعض الأحيان يشبه في بعض جوانب، نقول هذا طالع على أبوه، طالع على جده في بعض جوانبه الأخلاقية، يعني في سلوكية معينة أخذها من بعض السلوكيات، مو كل السلوكيات، هذا كل الأخلاق أخذها. لكن لما يجي إلى صوته وكلامه، فصاحته وبيانه، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد، يعني عند لسان ينحدر منه الكلام انحدار، وفصيح وبليغ، إضافة إلى نبرة الصوت، هذه النبرة التي ينطق بها علي الأكبر. يقول تمام، هاي الخصال كانت عند علي الأكبر، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، في بعض الروايات نظرنا إلى وجهه، أيا كان، يعني يشوفون علي الأكبر رسول الله يمشي على الأرض، النبي صلى الله عليه وآله يمشي على الأرض. هذا الشاب الذي هو في مقتبل عمره، في بداية حياته إلى نهايتها، إحنا لما يكون بذهننا كلمة شاب في الغالب تقترن ويا الشاب العواطف والأحاسيس والمشاعر، ولذلك نتشائم إحنا لما نقول شاب، إيش الشباب نسميه؟ لأن الشاب في الغالب تحكمه مجموعة من ماذا؟ مجموعة من العواطف والأحاسيس والمشاعر، ويبقى أسير لها، فيغيب العقل عنده، ما يحكمه. وطبيعة الإنسان هكذا، إذا تحكمت الأحاسيس والمشاعر وغاب العقل، تجد هذا الشاب يتخذ طريقا غير الطريق الذي يفترض فيه أن يسلكه. تشوف مثلا شبابنا اليوم أسير العواطف والأحاسيس، مثلا الحب بين الجنسين، مثلا لما أن يتعارض عند مسألة حكم شرعي وشيء عاطفي، تشوفه يخضع إلى عواطفه وانفعالاته، ما عنده شيء حكمه أكثر من الانفعالات والعواطف، ولذلك يحتاجون إلى عملية الترشيد دائما.
شاب في مرحلة الفتوة يحتاج إلى من يرشده، يعني يوازن بين حاسيسه ومشاعره وبين ما يقوله أو قل منطق العقل. علي الأكبر واحد من هؤلاء الشباب. علي الأكبر شاب مثل بقية الشباب، وبي أحاسيس ومشاعر مثل بقية الشباب، عنده عواطف وعنده أحاسيس وعنده مشاعر وعنده عقل، لكن يعيش حالة التوازن. التنشئة الأسرية والبيئة التي نشأ فيها خلقت فيه خصلة التوازن والترشيد الدائم بين مجموعة الأحاسيس والمشاعر وبين منطق العقل والبرهان. علي الأكبر وهو رايح ويا أبوه، رايح إلى معركة، شاب عمره 27 سنة، رايح إلى معركة، ومعركة أقصاها القتل. رجال رايح في حرب في كنف أبي ويدري شنو صاير، والمفروض نوازعه كشاب وأحاسيسه ومشاعره تقول له تريث توقف، شنو أنت بايع شبابك؟ ما تحتاج إلى شبابك، أنت شباب تحتاج إلى الزواج، تحتاج إلى أن تستمتع بشبابك، ثم بعد ذلك إذا بلغت من العمر شوية تقدمت تشارك في الحرب، تمارس هاي الأمور على حد تعبيرنا اليوم تصير متدين زايد، بس اليوم أنت شباب استانس بشبابك. مفروض علي أكبر يفكر نفس الفكرة. لما أن وقف الحسين عند قصر بني مقاتل، وتسمعون هذا الكلام في محرم كثير، بس أنا أخذ هذا المقطع من المحاورة التي جرت بين علي الأكبر وبين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين خفق خفقة، يعني غفوة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال الحمد لله. يقال أنه قال مرتين أو ثلاث العهد على الله. إجاه علي الأكبر وهو على فرسه، التفتوا الشباب، التفتوا إلى منطق العقل، موطن تحكيم العقل. وأريد أخلي رباط لحديث. لما أن إجا إلى أبوه سأل أبا مما تسترجع، هو هم كرر إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله. يلي ليش تسترجع؟ أخبر عن لي فارس، قال لي هذا الكلام، القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، فكأنما نعيت إلينا أنفسنا. إمام الحسين خبر، يعني هذا صعب خبر تقول الأشياء، يقول له أنا كان واحد جاني وهتف إلي هاتف وقال إلي يعني أنتم في مسيركم هذا تصيروا وياكم الموت، يعني الموت رفيقكم. يقول فحسيت أن هذا نعيت إلينا أنفسنا، يعني وصلنا النداء أن إحنا طريقنا الموت. مفروض علي الأكبر شوي يصير عنده تلكؤ، يتوقف، وين رايحين؟ أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد، إحنا على الحق. إذن ميزان شنو؟ الميزان هو الحق. كل الانفعالات والأحاسيس والمشاعر، مو أنه فاقد الانفعالات والأحاسيس والمشاعر، علي الأكبر يمتلك مثل بقية الشباب، يمتلك الانفعالات، يمتلك الأحاسيس، يمتلك المشاعر، ولكنه يرى أن العقل يحكم مجموعة الأحاسيس والمشاعر، هي تحت إرادة العقل يوجهها حيث ما يريد. الحق هو سيدها، الحق هو سيدها، مو بس قوة. يعني شاب يقول أنا عندي القوة وفي عنفوان شبابي أحمل السيف، هذا السيف محكوم، محكوم بماذا؟ هذا السيف محكوم بالحق، الحق اللي يسير إلى اليمين ويسير إلى اليسار. هذا لما يؤمن الإنسان بلغة الحق، سؤالنا الدائم
اللي نقول متى ننتصر؟ إذا انتصر الحق يعني أنت منتصر، إذا ينتصر الباطل فعلا أنت خسران، أنت في هزيمة دائما. صن المؤمن الحق هو المظلة التي يستظلها. أحدهم كان مع الإمام يردفه فيقول للإمام يا ابن رسول الله ادعو لي بالجنة. قال للإمام أنت في الجنة. قال يا سبحان الله، لا مت لا قامت القيامة لا حساب لا شيء، شلون أصير في الجنة؟ شو يقول للإمام؟ يقول له أنت على ولاية أمير المؤمنين، أنت ما دمت متمسك بولاية أهل البيت قطعا تكون الجنة وتنتظر الجنة، أنت تتنافس في مراتب الجنة العالية. أنت همك وين؟ أن تتنافس في مراتب الجنة العالية. كلمة لي عمار بن ياسر في صفين لما جيش الشام تقدم، شي خاطب فيها أمير المؤمنين تفتوا لها الكلمة الرائعة، يقول له والله والله لو ضربونا، يعني الجيش الأموي أقوى منا أكثر عدد، ايش راح يسوون؟ هي معركة دائرة، معركة دائرة وجولة يمكن ينتصروا فيها، والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر. وين المعركة؟ وين سعفات هجر؟ يقول الحقون رانا، يعني يقتلون جماعتنا، ما عندنا خط دفاع، الجيش اتفلش، العدو ورانا يراكض ورانا، والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا، علمنا مو انكشف لنا الآن، لا لعلمنا يعني لازددنا يقينا، لعلمنا إنا على حق وهم على باطل. هذا منتصر، هذا قبل ما يخوض المعركة، هذا الرجل يحمل النصر في داخله. أحد يشك عنده أنه على باطل؟ أحد يقول أنا على باطل بعد؟ اللي متمسك بولاية أمير المؤمنين، بولاية علي بن أبي طالب، عند ذرة شك أن يكون هو مو على حق؟ قطعا لا. علي الأكبر لما يسأل من الإمام يقول لا بلى والذي إليه مرجع العباد، إحنا على حق، خلاص إذن لا نبالي، ما يهمنا، وقع الموت علينا وقعنا عليه، مو مشكلة الموت. الموت شنو؟ الموت نقلة من عالم إلى عالم أسمى وأوسع. واحد بنقلونا من بيت صغير يعيش بغرفة وبنقلونا لفيلا، يتأذى لو يستانس؟ طبعا يستانس. الموت هكذا، الموت نروح لحياة أوسع أفضل. ولذلك يقول لا ما عندي مشكلة في الموت، وهو علي الأكبر في ريعان شبابه، أنا ما عندي مشكلة في الموت، المهم أن أكون على الحق. تشبث الإنسان بالحق قبول به، هو هذا عنوان انتصاره. العلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه قلنا أنه يمتلك الأحاسيس والمشاعر ويعيش الانفعالات كما يعيشها الآخرون، لكن منطق العقل والحق هو الذي يتحكم في هذه الأحاسيس والمشاعر، وهذا كل شاب إذا تحكمت الأحاسيس والمشاعر على منطق العقل عنده على الحق الذي يؤمن به فإنه سيتجه في الاتجاه الآخر، وإذا حكم العقل وحكم الحق الذي يعتقد به أحاسيسه ومشاعره وانفعالاته تجري وراء الحق. هذه مسألة مهمة، ترد واحد الآن
افترض أن الظالم يعني ويكون احنا دائما في صراع بين أن أؤمن بالحق ومنطق العقل وبين أن أكون أسير لأحاسيسي ومشاعري. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في قضية الدار، في أحد يحب عرضه أكثر من علي بن أبي طالب؟ بعد في أحد يدافع عن الزهراء أكثر من علي بن أبي طالب؟ ما، لكن كل ذلك حصل للزهراء وعلي موجود. تشبيع علي بن أبي طالب فاقد الغيرة، حاسيس ومشاعر ما عنده، ما يدافع عن زوجته. لا، هذه مجموعة انفعالات وعواطف وأحاسيس، بس في شيء أكبر منه، شيء اسمه الدين. احنا نعبر عنه اليوم بالحكم الشرعي. الإمام علي محكوم بماذا؟ حكم شرعي، أحاسيس ومشاعر تكون تابعة للحكم الشرعي. كذلك الشباب، مقتضى الأمر أن كل شاب مهما تمتلك من قوة، مهما تمتلك من قدرة، يكون الحق هو الذي يتحكم في قدراتي، الحق هو الذي يسيرني حيث ما أريد. والحق اليوم يعني منطق الدين، منطق العقل، عن الحكم الشرعي هو الذي يوجهني حيث ما أريد. إذا أدركنا هذا الأمر سندرك أن علي الأكبر مع أنه شاب يعيش بهذه الخصوصية، يعني فترة شبابه، مرحلة الشباب، مرحلة الفتوة، مرحلة القوة، ويعيش مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والانفعالات، إلا أن الحق هو الدليل لكل هذه الأحاسيس والمشاعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صار الشمس إذ تتجسد يا ابن الحسين وللنبي محاسن في وجهك القدسي دوما ترصد إني إني لأعذر من رأى فصاح في أفق المدى هذا النبي محمد بجوهر اللفظ على الأسطر حييت ذكرى مولد الأكبر شبيه طه المصطفى وعلى رحى الكمال جاءك المحور ومن علي المرتضى باسه وعطر من روضه المزهر صلوا على الأكبر يا سادتي وباركوا للسبط في المفخرين.
نورك لاح والعالم كله فراح. نورك لاح والعالم كله فراح بيك حسين يتبشر نور العين أكبر. بيك حسين يتبشر نور العين. اسمع المستهل وأريدك تحفظه بنفس النمط. بارك الله فيك. نورك لاح والعالم كله فراح. نورك لاح والعالم كله فراح. بيك حسين يتبشر نور العين أكبر. بيك حسين يتبشر نور العين. نورك لاح والعالم كله فراح. نورك لاح والعالم كله فراح. بيك حسين يتبشر نور العين. بيك حسين يتبشر نور العين أكبر. بيك حسين يتبشر نور العين أكبر. بيك حسين يتبشر نور العين. نورك لاح والعالم كله فراح. نورك بيك حسين يتبشر. نور حسين يتبشر نور ال... أحس إن عندك صوت أعلى وإن شاء الله تحفظ المستهل بعد وتجاوبني. نورك لاح والعالم كله فراح. نورك لاح والعالم بيك حسين يتبشر نور العين أكبر. بيك حسين يتبشر. إيه موسم أفراح وقبل النص من شعبان. من شعبان موسم أفراح وقبل النص من شعبان. لشراقة نورك يا الأكبر موعد حان. موعد أي موسم أفراح وقبل النص من شعبان. لشراقة نورك يا الأكبر موعد حان. جئت إلى الكون بهيا بدرا في حسن محيا. جئت إلى الكون بهيا بدرا في حسن محيا. سماك حسين عليا. سماك حسين علي. من دوحة عدنان. من دوحة جئت إلى الكون بهيا بدرا في حسن محيا. جئت إلى الكون بهيا بدرا في حسن محيا. سماك حسين عليا. سماك حسين علي. من دوحة عدنان. من دوحة اسمك صار للحب يحمل أسرار. اسمك صار للحب يحمل أسرار. بيك آثار من حدر نور العين أكبر. بيك آثار من حدر نور العين. نورك لاح والعالم بيك حسين يتبشر. بيك حسين سبحان الصور وجهك من عالم نور. عالم نور سبحان الصور وجهك من عالم نور.
تشبه جدك طه وعينك در منثور درمن اي تشبه جدك طه وعينك در منثور اي سبحان الصور وجهك من عالم نور عالم نور تشبه جدك طه وعينك در منثور در اي وردة عشق تتجسد ومن الرحمن مؤيد وردة عشق تتجسد ومن الرحمن مؤيد حسنك من حسن محمد حسنك من بعد حسنك من حسن محمد بمشغوف الحور بمشغوف وردة عشق تتجسد ومن الرحمن مؤيد وردة عشق تتجسد ومن الرحمن مؤيد حسنك من حسن محمد حسنك من بمشغوف الحور بمش بيك حسين قرت لليوم العين بيك حسين قرت للعين بوجهك صار يتفكر نور العين أكبر بوجهك صار يتفكر نور العين نورك نورك لاح والعالم نورك لاح والعالم بيك حسين يتبشر قلب حسين وروحة عرفك هالعشاق قلب حسين وروحة عرفك هالعشاق ينظر أنوارك للهادي من يشتاق من يشتاق ينظر أنوارك للهادي من يشتاق قلب حسين وروحة عرفك هالعشاق هالعشاق ينظر أنوارك للهادي من يشتاق شابهت محمد خلقا شابهت محمد خلقا شابهت محمد نطقا شابهت محمد نطقا ولك تحلى الأشواق لك تحلى شابهت محمد خلقا شابهت محمد خلقا شابهت محمد نطقا ولك تحلى الأشواق لك تحلى زين وصاف ربك خصك بالطاف زين وصاف ربك خصك بالطاف أحمد بيك يتصور نور العين أكبر أحمد بيك يتصور نور العين نورك نورك لاح والعالم نورك لاح والعالم بيك حسين أعلى بيك حسين عن سر قدرك لو نتسائل نبدي منين نبدي منين عن سر قدرك لو نتسائل نبدي منين يكفيك انك موضع قبرك قبر حسين قبر حسين يكفيك انك موضع قبرك قبر حسين عن سر قدرك لو نتسائل نبدي منين نبدي منين يكفيك انك موضع قبرك قبر حسين قبر من مثلك يا ابن الأنزع شأنك بالفخر مرصع من مثلك يا ابن الأنزع شأنك بالفخر مرصع موضع قبرك لا أروع موضع قبرك لا أروع موضع قبرك لا أروع بيه احنا مأملين بيه واللي يزور قبر
قبرك يرجع مسرور، واللي زور قبرك يرجع بعد، واللي زور قبرك يرجع مسرور، والعاداك يتحسر، والعاداك يتحسر نور العين أكبر، والعاداك يتحسر نور نورك نورك لاح والعالم كله فراح، نورك لاح هيك حسين يتبشر، بيك حسين أكبر. صلوات حسين يحبك، حسين يحبك مو لأنك ابن، لا انت بفعالك كسبت محبته، عدل لا حسين يحبك مو لأنك ابن، لا انت بفعالك كسبت محبته، التجارب كشفتك حر واصيل، الناس قالت عاشت ام الجابت، التجارب كشفتك حر واصيل، الناس قالت عاشت ام الجابت، موقفك متخلد ويعكس ثبات، الدنيا بحروف المكارم كتبت، لا نبالي دامنا على الحق نسير، وصاحب الحق ما يغير كلمته، وقع الموت علينا أم عليه قد وقعنا، الدين تبقى هبته، حسين يحبك يا علي، حسين يحبك يا علي، وعندي دليل، تربتك صارت نفسها تربته. صلوات وجهه يا من حسنك جمار العشق، وجهه يا الأكبر صرت للعشاق، وجهه يا ماخذ من محمد حسن، وجهه يا إلك نبد التهاني بهالمسية، لولا 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 أريد أحكي وقولوا عدل، لولا 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 حسين الكون ما ينوجد، عدل لولا أريد أحكي وقولوا عدل عدل، لا حسين الكون ما ينوجد لولا، إذا جبريل هزم هدى ولولا ولولا ولولا
يعني الكون بمر بني الزكية. صلوات. هل هو سات واسلكم الدعاء واعتذر على الإطالة. وين هم أهالي الهوسات؟ ها أخوتي ها ها أخوتي ها أشرق وبدر بالطف والأفكار محيرة أشرق وبدر بالطف والأفكار محيرة واللي بارزهم ينادي رجع للطف حيدرة واللي بارزهم ينادي رجع للطف حيدرة البدر الأول علي الأكبر الثاني سبع القنطرة البدر الأول علي الأكبر الثاني سبع القنطرة ويا محلاهم وسط الحامة يا محلاهم وسط الحامة وسط الحامة يا محلاهم وما يا محلاهم وما يا محلاهم يا محلاهم إذا صح الحديث اللي تنقل الناس شو تقول كبير أهل النبوة بشر ما ينقاس وصغير أهل النبوة جمرة ما تنداس أريد تقلي يعني ايش يطلع ال أريد تقلي يعني ايش يطلع ال حدر يشهد له بإيمان حدر يشهد له بإيمان حدر إيمان حدر إيمان حدر. أختم بهذه الهوسة وذكر أم البنين لقضاء الحوائج. هاي أم البنين ببيت حامل جار هاي أم البنين ببيت حامل جار وأبو فاضل ببطن أم البنين جنين من تلقى الحسين تقوم على الرجلين ويقلها ليش يما قمت على الرجلين لأنها تقول أحس بابني العباس لأنها تقول أحس بابني العباس يناديني يا يما تلقي خويا حسين يناديني يا يما تلقي خويا حسين وعباس يقلها قوم العباس يقلها قوم قوم العباس يقلها قوم العباس يقلها العباس عباس يقلها خادم 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 عندنا هوسة إلى أمير المؤمنين إذا عندك هموم العلي وصلها إذا عندك هموم العلي وصلها وقل لو دمعة الأشواق نزلها شو تقول له إذا عندك هموم العلي وصلها وقل لو دمعة الأشواق نزلها يا حلال المشاكل يا علي حلها يا حلال المشاكل بعد بعد يا حلال المشاكل يا ترى ما خاب لي وصل يا بابا ما خاب لي وصل ابا ما خاب لي وصل ابا ما خاب لي وصل ما خاب لي وصل يا بابا
أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلوات